الحين وصلنا حق اخر بارت في غرفتي. انا احط هذه الميداليه اللي سويت فيها كلير راوند في مسابقه الفروسيه. يا هلا ومسهلا يا جماعه الخير في فيديو جديد على قناتي. هذا الفيديو المنتظر، الفيديو اللي كلكم تبونه، حدي متحمسه يا جماعه الخير. ادري ان من زمان تبون هذا الفيديو، بس انا قلت اسوي لكم اياه بشكل عجيب وايد. بعدها ممكن ان انا احطه لكم باكمل صوره. كل سنه كامله تقولون لولو سوي روم تور، لولو سوي جوله في غرفتي، لولو نبي نشوف غرفتك. كل هذا الاكشن كنتوا تقولوا لي اياه، عشان كذي انا وايد متحمسه، وايد تعبت وانا اتجهز حق هذا الفيديو. شكرا مريم خلف الكواليس اللي قاعد تصورني، فمتحمسه حدي عشان ابلش ويلا اخذكم في اجواء غرفتي. بس قبل ما نبلش هذا الفيديو بيكم توصلونه 10,000 لايك وانتوا قدها. اللي تابعني من زمان سواء على السناب شات او حتى الانستغرام، طبعا الانستغرام اقدم سناب شات، فاللي ما يعرف سنابي يضيفني لانه وايد اتكلم عن هذا البارت اللي احبه حدي وهو الملابس. احب الملابس بشكل ما حد يتخيله، وعندي مشكله انا عندي ملابس وايد. شنو الحل حق هذا الموضوع؟ ان انا لازم 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 كل فتره ادخل قطعه اطلع قطعه، وسويت فيديو عن هذا الموضوع واستغنيت عن 100 قطعه من قبل، وسويت هذا التحدي برمضان. وايد التحدي حلو لان الواحد اذا عنده مشكله لازم يحلها، فهذا الشيء اللي انا سويته. فقرار جديد، ادخل قطعه اطلع قطعه. حلو الكلام، حلو. اوكي يا جماعه الخير، فانا عندي بارتين في غرفتي حق الملابس. هذا البارت الاول اللي سويته هو جزء من الغرفه، لان غرفه الملابس اللي راح تشوفونها بعد شوي صغيره نوعا ما، فقلت ليش ما اسوي هذه الطريقه الحدايد ونتصير الغرفه وايد حلوه ومرتبه. طبعا هذه الفكره سوتها حصه اختي قبلي، وهي اللي اعطتني الالهام ان انا اكمل واسوي هذا الشيء جزء من غرفتي. طبعا الفكره فكرتها بالكامل، طبعا شكرا حصه خلف الكواليس. هي مو خلف الكواليس بس يعني شكرا يعني حصه. اوكي، فهذه الغرفه انا شنو سويت؟ الكل يعرف ان انا احب لونين، ابيض اسود، واضح يعني من لبسي اليوم ولبسي كل يوم. فقررت احط هذه الصفه كامله اسود، هني الشتاء وهني الصيف، وانا بالعاده اخلطهم لان يعني كل فتره البس شيء، يعني ما اخذ شيء، كل شيء قاعد تشوفونه معروف. والشيء الثاني عندي ابيض، تشوفون والله هذا الابيض، بس راح تقولوا شنو هني؟ هني صار عندنا الاسود والابيض الكولكشن المخلوطين ببعض، بعدين في سكشن ملون. ليش؟ اي شيء احطه بهذا المكان بغرفتي يعني للحين ما لبسته، هذيلا ما لبستهم او لبستهم مره واحده بس، فعشان اعرف ان هذه القطع جديده اني اروح البسهم مره ثانيه. واخر شيء الالوان اللي مو وايد استخدمهم باللبس، مثل عندكم هني اللون الرمادي، هذا اللون الرمادي اكثر شيء عندي هدوم الشتاء اكثر ما هو يكون هدوم الصيف. وهني عندي اللون الكحلي، هم نادر ما البس اللون الكحلي لانه ما احسه وايد يشبهني، يعني شوي يشبهني بس يعني مو وايد يشبهني، فحطيتهم هني. اكثر شيء يكونوا ملوت شتاء، بالغالب اطلعهم بالشتاء والبسهم واخلطهم مع اشياء، او مثلا جينز مع سكاف، بس هم نادر ما البس الجينز. اوكي يا جماعه الخير، فهذه القطع المهمه عندي بهذا السكشن من الملابس، ومقسمتهم على درجات الالوان. الله 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 والله يا الله، والله العظيم ايش كثر احب الجواتي، تكرمون احب الجواتي والملابس، بس الجواتي نمبر 1. فنفس المشكله مالت الملابس تلحقني مع الجواتي، فانا عندي مشكله هم مع الجواتي. ومثل ما تشوفون ان استغنيت انا مؤخرا عن 30 قطعه من الجواتي، فانتوا قاعد تشوفونه بعد استغناء. برافو لولو، يعني مسوي انجاز. يعني جواتي نفس الشيء، تشوفون من فوق عندي سكشن البوتات اللي حتى ما قمت البسهم بالكويت، يعني لما اسافر وثلوج وعواصف وبرد وموت. فعندنا بعدين السطر هذا وهذا 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 كله كعب، احب الكعب حيل. بس شنو اللي قاعد يصير؟ انه مؤخرا ان انا من كثر ما ان حياتي عمليه قاعد اقلل من استخدام الكعب، بس قاعد البسه مره او مرتين اسبوعيا، بالغالب لما اروح دار الاوبرا، حلو الكلام زين، او قاعد اروح حفلات مناسبات امسيات وغيرها من هذه الامور، مؤتمرات لما اقدم اوراق بحثيه وكذي. فهذا السكشن وايد احبه، ونلاحظ هم من الاسود طاغي كالعاده الموضوع. بعدين عندنا هذا السكشن مال جواتي لهني، هذا وايد البسهم. شنو هني؟ الله يسلمكم. طبعا هذا المكان اللي هو 3 لايرز اكثر شيء البسهم بحياتي، يعني مثلا هني انا وايد البس هذا الشوز، وايد احب الاسود وايد البسه اذا انا يعني شيء عملي، وادري انه مغبر طوف زين، يلا نظفت الغرفه. المهم فالبسه لما اروح حق اشياء، لو تلاحظون بعد انا مسويه طريقه من الكعب مخليته بالمقلوب، يعني شي حطيتهم، والفلاتس
حطتهم كذي يعني مو مسويت لهم كذي عشان اشوف قصتهم ونصير عمليه الاختيار تكون اسرع بالنسبه لي. فهذا اكثر شيء حبيته بسكشن الجواتي لما سويته. هني هذيل اكثر بوتين او جوتيين قاعد البسهم لما يصير الشتاء، بس هذا البسه بالصيف والشتاء لانه هو حق الموسمين. وايد احب هذا البسه بالشتاء وايد بشكل ما حد يتخيله، وتقريبا قاعد البسه بالصيف بس ما حد يدري. اوكي زين، فهذيل خلاص استغنينا عنهم مثل ما قلت، ما قمت البسه بالكويت فحولت قمت البس هذيل بالشتاء الكويت. طبعا نشوفوا هنا عندي جوات رياضه، اتوقع انتم ما شفتوهم بحياتكم لان انا ما احب البس جوات رياضه. شوفوا هنا جوات رياضه جوات رياضه جوات رياضه جوات رياضه جوات رياضه، بس ما قمت البسهم لان ما احس انا مو ستايل جوات رياضه، بس شاريتهم حق اشياء يعني مثلا هذا حق فروسيه لما اروح قدره وتحمل، هذا لما كنت اروح جيم، يعني كل واحد له سبب عرفتوا قصدي، بس بالغالب واحد حق كره قدم لما كنت العب كره قدم، فمخليتهم لان انا اروح وارد حق هذيل الالعاب بشكل عام او الرياضات، فمخليتهم لان كبر مقاسي بالنهايه. هني اموت على هالسكشن بشكل ما تتخيلونه، اللي تابعني بسفراتي الاخيره بالصيف، ما شاء الله انا بالصيف كان صيف عامر، فلبس هذيل الجواتي هذيل ستايل قش على جلد وايد وايد احبهم، فهذا كان متصدر اسبانيا ايطاليا، وين رحت؟ والله نسيت وين رحت، المهم هذيل كان متصدرين الجواتي وايد عجيبين واحبهم، خليتهم اكثر شيء بارت السفر بارت الصيف البسهم مع قمصان بيضة، فعلى هذه التقسيمه صارت البارت الجواتي مالي. وبالصيف وايد احب البس نعل، يعني صاير فيني ان كل يوم تقريبا قاعد البس نفس الستايل اللي يشبهها، اتوقع عرفتوا ستايلي، قاعد البس هذيله نعلي لنفس الطقه نفس هالطقه، وايد البسهم وايد احبهم. حتى لو تلاحظوني لما اسافر مثلا اوروبا بالصيف قاعد البس هذيله، يقولون الناس اختي جوتي رياضه، اقول لهم لا يا ابن الحلال خلوني انا حافظه ستايلي حافظه شنو احب. هذا النعال تجنن احبها، شريتها من كوريا صار لها 4 سنين، جميله يعني للحين سليمه لله الحمد والمنه طبعا. واخر سكشن اللي هو هني ستايل رمضان، النعل ستايل هالشيء، هذا بطوطه كنت بطوطه يعني الاشياء المسكره سدي وحبنا والله، وكل هذا الستايل اللي تحت راح يكون حق صفه رمضان، ستايل تراثي رايحه دوله تراثيه، بحاول اعطي هذا التاتش تراثي. اي هذا السكشن طبعا هذا السكشن وايد احبه، هو موجود جزء من الكبت اللي سويته اللي هو من حدايد، انا حاطه صور قديمه على صور حديثه بس معلقتهم كذي بقش وحاطه هذيلة تلقون بس اسواق شعبيه بالغالب، فشريت هذا كذي اتوقع من مكتبه ما اتذكر، وحطيت هذا الشيء اللي مسويته، وطبعا الكبت هم مسويته عند حداد، فتقدرون تشوفون الشكل اللي تبونه بالعاده وتسوون نفسه، يعني انا وحصه معطيكم الجرين لايت بس يعني تذكرونا بالحقوق وكذا. فانا هني حاطه فريدا كالو تشوفونها وايد احبها، ورحت المكسيك فشريت هذا البوست كارد من المكسيك، وحاطه هني طلال مداح وايد احبه، احمد الربعي وايد احبه، حاطه لندن المشاعر حبيبة أحبنا وكل حاجة والله، وحاطة لول الخطاف لول الخطاف لول الخطاف مع أصدقاء لول الخطاف. وهذه أول الصورة وايد أحبها، ذكرى شريتها من بلغاريا من محل يبيع أنتيكات أشياء قديمة، فهي توقع أميرة أو شيخة أو ملكة ما أدري بس عجبتني. وهذا الحين البارت الثاني من غرفتي، هذه هي غرفة الملابس الفعلية بس وايد صغيرة، فحطيت فيها بعض القطع اللي حطيتها فيها مثل الجناط مثل الاكسسوارات اللي البسها كل مرة والملابس الملونة، لان الملابس الملونة عندي مو وايد، فقلت ليش ما احطهم هني، بيكون بارت بسيط يجمعهم. وفي الجام هذه اللي تشوفونها وايد احبها وايد استخدمها لما اشوف الاوتفيت كامل، انا عندي الغرف مهم ان يكون فيها جانب طولي. طبعا هذه غرفة الملابس حاولت انها تصير وايد بسيطة بس ادخل التاتش اللي احبه فيها، انا وايد احب الجانب هذا الاندلسي الفواصل الاسلامية القديمة اللي هي تكون كذي تكون اللون الازرق والابيض وايد احبها، فقررت انها تكون هي ضمن غرفة الملابس اللي انا اسويها، مثل ما شفتوا الارضية شلون وايد حلوة وفيها هذا التاتش، بنفس الوقت سويته من الخلفية هني تشوفون الزراق شلون حلو شلون دخلت الزرع سوى تاتش بسيط، الزخارف نفسها وايد حبيت هذا البارت لانه حلو بالتصوير، لما انا اوقف واصور بالجامة الطويلة يكون هو وراي احس شيء حلو، فهمتوا؟ يعني احسن من لان الغرفة مالتي كلها تقريبا رمادي على ابيض، حاولت اني اكسر وادخل هذا اللون مع الارضية بحيث انه يكون حلو متناسق مع العيون. طبعا في صعوبة وايد واجهتها وانا اسوي هذه الغرفة، الارضية مثل ما تشوفون ان هني باترن وهني باترن، هني الخشب وهني هذا الشيء اللي ينحط ترى بالمطبخ، يعني هذا الشيء حق الرخام المطبخ، بس انا قررت اني ادمجهم ببعض، فشنو سويت؟ ان هذا مال الخشب اللي اوريدي موجود بغرفتي، النجار وايد عانى صعوبة، قال لي انا بقص هذا فيصير سيدة ما يدشون ببعض،
فتخيل ابوي قاعد على راسه يقول لا سو كذي سو كذي سو كذي. فحتى لو تشوفون هنا انه مو مرتب، الشخص اللي يسوي الارضيات يعني مو دقيق وما يعرف وايد بهذه المواضيع، فابوي يساعدنا يقص هذا الشيء. وانا الفكره اني انا ادخل هالشيء بهذا الشيء، يعني في ناس عبالهم ان هذه قطعه جاهزه، لان في انواع من الرخام او البلاط اللي يكون بالارضيه يكون هو اوريدي مدموج بهالشيء، بس لا هذا الشيء كان موجود بارضيتي وهذا الشيء شريته وكان مال المطبخ. فحلو ان انتم تستخدمون الاشياء يمكن يكون مال المطبخ يمكن يكون مال الحمام بس يكون لايق حق الغرفه. والفكره شلون ندمج الاشياء وتصير حلوه وتناسب المكان اللي احنا قاعدين فيه. وصلنا للبارت اللي وايد حلو وايد احبه وهو الجناط. كل البارتات احبهم تلاحظين سويتهم على سكشن 1 2 3 اللايرز هذول شاريتهم وحطيتهم بشيء مثل شنو نسميه مثل الشبك. زين الشبك اللي لكم لما تشترونه بشكل عام لون السيلفر. فانا شو سويت قلت حق ابوي يبيز صبغه اسود لان ما احب احط اشياء سيلفر او بيضه يعني ما احس لايق مع اجواء غرفتي. فسوينا كل الحدايد سوداء وهي بالاصل لما تشترونها تصير لونها السيلفر. هذا البارت من الجناطي وايد 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 احبه. انا شو مسويه معلقه بعض الجناط بهذه الطريقه، يعني مثلا هذه الجنطه شوف شلون معلقتها، فوايد احب انا معلقتهم بشي بطريقه عشوائيه. احس اني مقسمه الاشياء باكثر من طريقه، يعني كل جنطه او كل مكان مسويت له وحاطتها بطريقه. في مثلا فوق السلال مني معلقتهم انه بشكل عشوائي، فمعطيه شكل وايد حلو لما اشوفهم من بعيد انه اكثر من لاير. في شيء انا وايد احبه، تعرفون شنو؟ انه الاجزاء اللي تكون بالغرفه او الحمام تكرمون او اجزاء البيت ما تكون مرتبه وايد. يعني بالعاده ما احب مثلا احط مثلا نفس هني الطريقه ان السلال لا كلهم نفس الشيء، احب بعدين انه يصير عشوائي، عرفتوا؟ انه يكون بمكان واحد صغير فنحاول احنا نفنتك فيه. الفنتك فيه بالكويتي يعني نبدع فيه، صير كرياتيف، عرفتوا قصدي؟ فانا حسيت اني فنتكت فيه لما حطيت انه سله، بعدين لايرز مختلفين، بعدين حطيت هانجرز، الهانجرز هذيل العلاقات بس العلاقات بشكل مختلف، حاولت ان ادخل هذا التاتش وكل جنطه بشكل عام تكون مختلفه. فالسكشن هذا اللي تحت اللي تشوفونه هذا السكشن اللي اكثر الجناط اللي استخدمهم. انا وايد وايد احب البوتيكس هوتيل. لو تلاحظون انه باكثر من سفره ان اروح البوتيكس هوتيل اللي هي الفنادق اللي تكون وايد حلوه ومختلفه يكون فيها في شي الفايب الجميل الحلو. عشان كذي قررت ان حمامي يصير حلو ومختلف. طبعا فكره الحمام مو فكرتي، فكره حصه اختي كانت مسويه لي كروت. كل كرت كان في شيء معين، يعني مثلا اسافر دوله معينه، مثلا اسوي لك شيء معين، اجيب لك الجنطه الفلانيه. فشنو اللي طلع لي؟ واحد من الكروت اللي سحبته اسوي لك حمامك كامل. شوي يا جماعة الخير، لان انا وايد اريح، لان انا وايد حياتي برا وسفر واكشن ما لخلق اجاب التاثير. فهذه هي نتيجة الحمام وابوي ساعدها فيه. لو تشوفون في وايد اكثر من باترن وايد حلو، تشوفون الاسود فتشوفون الباترن اللي نفس الحوش اللي موجود، تشوفون الزر موجود، تشوفون الزجاج موجود، تشوفون اكثر من شيء في مكان واحد. حتى لو تلاحظون صوب الحمام لما اتسبح يكون في ثلاث انواع من الرخام، فوايد حبيت هالشيء او البلاط او الشيء اللي انتم تسمونه. طبعا بالعاده لما نشوف اشياء من اسواق شعبيه او اسواق الحرايج مثل ما نسميهم، الحرايج يسمونها بعض الناس، فيصير فينا ان ليش ما نستخدم هذه الاشياء، او انا وايد يعني اقول هذه الاشياء. ساعات قطع بسيطه نشوفها كل يوم عمليه البناء نفسها بس ترى وايد حلوه. شوفوا هذا الشيء حطيناه بالحمام ووزعناه ما بين الزرع وما بين هذا الشيء، انا ما ادري شو تسمونه، شو اسميه؟ المنيوم والله. شبرة، اوكي شبرة المنيوم اللي تسمونه، بس وايد عطى جمال حق هالشيء. حتى هني لو تشوفون ترى نوع طوفة ثانية، فعدد الاشياء اللي هني بالغرفة تستخدمنا ثلاث اشياء او اربع اشياء، الحمام وايد صغير، بس حاولنا نخلط فيه قدر الامكان، مو ان هذا يصير نفس هذا وهذا يصير نفس هذا، لا، شي تحسون الحمام فيه روح حلوة. وايد احب البوتيكس هوتيل وحصة لاحظت هالشيء، فاستلهمنا المكان كلنا مع بعض من فايب البوتيكس هوتيل انه يكون فيه وايد اشياء ويفنتقون فيه حتى لو كان حجمه طبعا هذا السكشن اللي اتوقع الوحيد شفتوه بسناب وانستا ستوري، لانه وايد اصور فيه. لما تجي المنتجات بالغالب استخدم هذه القنفه اللي انا قاعده فيها اصور فيها. وايد جت لي اسئله عن هذه القنفه، لولو شلون ومن وين سويتيها وشريتها جاهزه ولا لا. اوكي خليني اقول لكم، انا طلعت صوره من جوجل ان كذي ابيها كذي تكون، عرفتوا ستايل شي كلاسيك اللي مخرمه وما ادري شلون صايره. كان اقول حق الريال بالتفصال، تعرفون الاماكن هذه اللي موجوده حتى ماني صوب الري وما ادري شنو يسوون تنجيد قنفات، كان اقول ابي نفس هذه القنفه بالضبط سوي لي اياها، كان يقول لي سوي لي اياها. فوايد حبيتها وقلت له ابي اللون نفسه هذه الدرجه، فاعطاني مسطره الوان واخترت هذه الدرجه اللي تكون التان المحروق، التان اللي مخلوط على شويه درجه اسود على التان على بني، عرفتوا قصدي؟ فطلعت هذه النتيجه اللي
كل يوم قاعد تشوفونها بسناب شات عشانها قلتوا لي لولو نبي نشوف غرفتك. فهذه الفقره وايد احبها، وهني ساعات يعني اشب البخور مالي، اشم الشمعه وارش العطور، وايد وايد احب هذا البارت من غرفتي. وساعات هم تحبون فقره لما اتريق هني، فهم بالعاده اتريق هني. وصلنا حق اهم بارت في غرفه النوم مالتي، فهو الفراش. وايد احس انه اخيرا هذا الفراش اللي صدق ابيه واحس يشبهني. ما احب الفراش التقليدي العادي. فلو تلاحظون عندنا هني كورنر حق كتب اللي موجوده، ومثلا حق اكسسوارز حق هذه الامور. فانا شو مسويه؟ الكتب اللي ما قريتهم حطيتهم هني عشان اتذكر وبعدين اقراهم. اول ما اخلص من قراءتهم اوديهم سكشن ثاني راح تشوفونه بعد شوي اللي احط فيه الكتب اللي قريتهم. فهذا هو السكشن النوم مالي، وحاولت ان انا ما اخذ فراش وايد كبير لان احب الشيء يكون مناسب حق حجم الغرفه، لان غرفتي مو وايد كبيره، غرفتي حجمها متوسط. فاحس ان متر ونص متر ب30 تكون مناسبه مع الحجم. هذا السكشن وايد احب احط فيه السوفينيرز اللي عندي، اللي هو التذكارات من دوله الى دوله، واحط فيه طيارات. انا اجمع طيارات من كان عمري 13 سنه، فحاطه بعضهم هني وحاطه بعضهم بالصوب الثاني، مجسمات الطيارات وارقامهم يعني حافظه بعضهم. وهم حاطه بعض التحف كذي البسيطه اللي وايد حلوه واحسها كذي تشبهني، مثل الفيل. يعني انا وايد احب الفياله الصغار، تشوفونهم هني موجودين. فاحب هذا البارت لان احس هو البارت اللي يعطي طابع جميل. يعني في ناس مثلا تحط براويز، في ناس تحط تحف، في ناس مثلا تحط شلون افهمكم شي صناديق، كل واحد بطريقته بالتزيين. فانا اخترت انه يكون عندي اشياء تشبه الاشياء اللي انا قاعده امارسها او اسويها بحياتي في الجهتين. حطيتهم مثل ما تشوفون هني، خشب اسود احنا صبغناه، طبعا ابوي سواليه هم، يعني احنا مسوينا طلب شخصي. فبالغالب عشان يصير شيء مميز قاعد احنا اللي نسويه واحنا اللي نقصصه. وفي بارت وايد احبه، يعني انا وايد احب حقبة الستينات والسبعينات، خاصة الستينات يعني بشكل ما تتخيلون ايش كثر. اوكي، فعندي هذا السكشن حاطة فيه الصور القديمة وايد. يعني مثلا هذه الصورة اللي فوق حق امرأة ترضع ولدها، الصورة وايد قديمة، شريتها من برتغال محل كتب عتيق، يمكن عمره اكثر من 100 سنة، لا اكثر، كان 1800 وشيء، يعني قريب 300 سنة موجود. وكان يبيع بعض اللوحات فشريت منه هذه اللوحة. اما اللوحتين اللي تحت كانت واحدة منهم مكتبة قديمة جدا 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 موجودة في دول بلطيق، والثانية حق السينما الاحمدي اللي كانت موجودة بالكويت. فاحب هذا الفايب لما احس بالحياة وانا حاطتها، صدق انها شيء من الماضي، بس انا احب اربط الماضي بوقتنا الحاضر. ما ادري احس شيء حلو هذا الفايب مال الستينات والسبعينات. هذه الزاوية وايد خيال، وصورت فيها أكثر من صورة هني أو فيديو وكل هذه الأمور. حتى تتذكرون الفيديو اللي أنا صورت فيه وقاعد أتكلم عن طفولتي وردة فعلي على الصور القديمة، فكان هذا بهذا البار تقريبا. والخريطة الخريطة الخريطة هي طلب خاص من أوكرانيا، كاستمايز، يعني هي طلب خاص اللي مسوينها لي فنانين من أوكرانيا. طبعا أنا قلت لهم ما أبي تكتبون أحرف، ما أبي تكتبون كلام، ما أبي إن الخريطة مفرقة وايد، قدر الإمكان إنكم تسوونها تناسب التوقع اللي أنا رسمته. وابيها تكون خشب، فهذا الخشب اللي انا اخترته وايد حلو وايد جميل، انا وايد 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 وصلتني اسئله عنها. بس اذا حابين تحصلون واحده تشبهها ترى موجودين باغلب المواقع، يعني اشياء تشبهها، ساعات تلقون ورقه كامله، ساعات تلقون خشب قطع مفرقه، فتحصلونها بالمواقع، خاصه المواقع الصينيه تحصلون شيء مقارب من هذا الشيء. فدوره وان شاء الله راح تحصلون نفسها اكيد. يعني خلصت من هذا البارت اللي دايم 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 اصور، احب تكون هذه خلفيتي لان احسها تشبهني. فيها هذه الاسهم شاريتها من تارجت امريكا. اوكي انزين، وعندي هني مثلا الكتب، وهذا موسوعه العلوم السياسيه ما تقسمنا بجامعه الكويت. هني شويه كتب وحاطه شويه زرع، فاحس هذا السكشن يشبهني في قمر مني. فوايد هم احب انها تكون ان الغرفه تشبهني حتى بتفاصيل صغيره، عرفتوا قصدي؟ من ساعة قلت لكم اني اول ما اخلص الكتب احطهم بسكشن، فوين احطهم؟ ساعات احطهم هني، وساعات احطهم هني، وهم ساعات احطهم هني. مثل ما تشوفون هذا البارت المتعلق بالفروسية، حط هني حدوة الخيل، طبعا هي هانجرز يعني حق علاقات وكل هذه الامور، بس انا خليتها تكون كذي منظر. وحطت لكم مني خيل، كان واصلني هدية من الفارس ابرار، وهني واصلني من يدتي هم من خيل. وحاطة ميداليتين فزت فيهم كلير راوند، انا اساسا عدد المسابقات دشيتهم ثلاثة، واحدة يعني اوت ما فزت فيها، واثنين كلير راوند، فحطيت ميداليتين، هذه واحدة وهذه الثانية. وكنت العب قدرة وتحمل فوقفت من فترة، وحين رجعت تدريجيا حق الفروسية.
وهني سكشن اليوغا او المديتيشن مالي اللي هو التامل، برتاح بسوي ستريتشينج. حطت لي مني تو مات وحطت لي هذه البلوكس اللي نمسكهم ونثبت ايدنا فيهم، وبالغالب اخذ هذيل الاشياء وبطل الدريشه والشمس واحطهم هني على السدو وقاعد اسوي مديتيشن. احب هذا البارت، يعني احس هذا البارت كله يعني قريب من مني يعني كلولو. فمن الاشياء اللي انا صدق احب ارتاح يعني اسويها اذا كان بالليل، اسكر الليتات واتامل زين، وبس احط هذه المون اللي وريتكم اياها القمر مالتي. واذا كان الصبح احب ابطل شي نور واسوي مديتيشن. طبعا مثل ما تشوفون معاي هذا هو بارت الزل، حرصت انه يكون عندي زوليتين، كل زوليه يكون فيها طابع السدو. وايد احب السدو بشكل ما تتخيلون، احب هذا الفايب العربي. فهذه سدو وهذه سدو، بس كل واحده من مكان مختلف. يعني مثلا هذه من الكويت، شريتها من سوق الجمعه او سوق الجمعه زين، فكانت اخر قطع، حسيت كذي انتيك، وايد وايد جميله، خيال. فهذا الفايب اللي يكون اكثر قريب حق اور كلتشر زين. وعندكم هذا هم ستايل سدو بس من المغرب، فاثنينهم ستايل مختلف واثنينهم يشتركون بشيء وايد حلو ومشترك، نفس لون الحمرتي اللون الاحمر. فعشان يكون في تناسق بين الغرفه حرصت ان ادخل هذيل القطعتين. احاول الفريم يكون بعيد قدر المستطاع. فتشوفون هنا عندي ادرج حاطه الاشياء الاساسيه، مثلا اكسسوارات، ثاني عطور، وكل هذه الامور موجوده في هذا السكشن. وهذا احلى شيء بالحياه اللي هو السيديات او الكاسيتات بشكل ادق اللي انا استخدمهم. احس انا قلت لكم احب الفايب القديم، فقررت اني تشوفون معي اشغل، يصير عندي مسجله شغل فيها كل شيء قديم انا احب اسمعه. طبعا سالفه انكم تنطرون كذي لازم تتعودون عليها لما تدشون عالم كاسيت. يا سلام والله وناسه عجيب. وبكذي وصلنا حق نهاية هذا الفيديو، لا تنسون توصلونا حق 10,000 لايك وانتوا قدها. اتمنى استمتعتوا في تفاصيل هذا الفيديو وخذيتكم كذي باجواء يعني مختلفة. يعني انا احس ان التايب مال غرفتي مخلوط باكثر من شيء، يعني البوهيميان على الاندستريال على الكوزي على احس كذا شيء، عرفتوا قصدي؟ فانتوا اذا حابين تغيرون الغرفة مالتكم لا تغيرونها وبس، لازم اول شيء تحطون التصور مالكم شنو التايب اللي تبون غرفة فيه، تبونها فيها وايد ورد، تبونها تكون فيها برنت، فيها وال بيبر، شنو الستايل اللي انتم تحبونه وتفضلونه. بعدها تشترون الاشياء على اساسه وتصبغون الطوفه وكل هذه الامور. فباختصار انا الكل اللي سويته حطيت هواياتي كذي، قلت سفر، اشياء، خرايط، كتب، يعني شنو الاشياء اللي انا احبها، فروسيه حطيتها وعلى اساسها بلورت الفكره. وبنفس الوقت انا وايد احب السبيشالتي كوفي، فانا وايد احب ان احرص ان الغرفه نفسها تكون كونكريت، الخشب يكون موجود، يعني الفايب نفسه مال القهوه احب يكون موجود في غرفتي. فحاولت ان انا اطبقه قدر الامكان. راح تقولوا لولو وين ماكينه القهوه؟ انت تحبين القهوه؟ حلو الكلام، حلو. اي والله عندي ماكينه قهوه حاطتها تحت المكتب، لاني راح اسوي ان شاء الله مكتب قريبا، وراح اسوي لها روم تور، لان غرفه المكتب وايد راح تكون يعني حلوه، اوفيس تور اكشلي زين، وايد راح تكون حلوه ومختلفه، والارضيه يعني غير عن هني بوايد بوايد، راح تنصدمون ايش كثر غير عن هني، او تاتش هني بس غير شوي والله، حتى الطوفه غير، يعني يمكن حتى ادخل الوان غير عني وايد، بس ان شاء الله راح يعجبكم حتى المكتب مو بس الغرفه. فلا تنسون توصلون هذا الفيديو حق 10,000 لايك، واذا حابين اسوي اي فيديو في بالكم كتبوا لي اقتراحاتكم تحت. وبالنهايه لا تنسون تسوون سبسكرايب لايك كومنت، وشكرا على المشاهده، وشكرا على حبكم، وشكرا لانكم كل مره تكونوا قراب وتحاولون تشجعوني. اللي مضايفني على السناب شات يضيفني، واللي مضايفني على الانستغرام يضيفني، واللي مضايفني هني سوي سبسكرايب ولايك كومنت وشير على جميع وسائل التواصل الاجتماعي. مع السلامه.